منذ أن جفت مياه نهر الخابور الذي كان ينعش أراضيهم، دأب فلاح دير الزور في ريفها الشمالي إلى إيجاد حلول بديلة بغية إنقاذ أراضيهم من الجفاف الذي بات يهدد محاصيلهم الزراعية. الآبار الارتوازية كانت المنقذ والملاذ الوحيد لفلاحي ريف دير الزور الشمالي، حيث شكلت بديلاً ناجعاً لمشكلة سقاية الأراضي الزراعية. يبلغ عمق البئر الواحد حوالي 50 متراً، وتستخرج منه مياه مالحة، إذ تمتاز أراضي الريف الشمالي لدير الزور بملوحة مياه آبارها بسبب بحور الملح القابعة في الطبقات الباطنية من الأرض. إلى جانب سقاية الأراضي الزراعية تستخدم مياه الآبار الارتوازية لسقاية الحدائق المنزلية وبعض الأعمال المنزلية كالتنظيف، لكن هذه المياه غير صالحة للشرب. بالرغم من كونها أوجدت حلاً لمشكلة جفاف نهر الخابور، إلا أن تكاليف الحفر الخاصة بها واستخراج المياه تعد ذات تكلفة عالية جداً. لكن لا خيار ثالث أمام فلاحي دير الزور، فإما الرضوخ لكلفة الآبار الارتوازية والاستفادة من مياهها، أو الاستسلام لشبح الجفاف الذي خلفه نهر الخابور منذ سنوات.